بدايه كما عودناكم دائما بتكون دايما مع اخبار النادي الاهلي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحه النهارده من التدريبات وبعديها هيستأنفوا ان شاء الله استعدادهم لمباراه كاس مصر وايضا نهائي دوري ابطال افريقيا بكره باذن الرحمن بشكل طبيعي جدا. كمان موسيماني عقد جلسه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي واتناقش معاه من خلالها في بعض الامور الاداريه المتعلقه بالتحضير للمرحله المقبله، من ضمن الامور دي تحديد موعد انتظام الثلاثي الدولي المحترف وهم التونسي علي معلول الأنجولي جيرالدو وأيضا المالي أليو ديانج في التدريبات وده هيكون إن شاء الله يوم 19 من نوفمبر الجاري بعد انتهاء مشاركتهم أكيد مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. امبارح برضه محمد هاني الظهير الايمن للاهلي ومنتخب مصر استبعد من بعثه الفراعنه اللي سافرت توجو عشان مباراه هنا الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه، ده بسبب اصابته وهيخضع مفروض لفحص طبي بكره علشان بقى يحدد برنامجه العلاجي وموعد كمان عودته للتدريبات الجماعيه. طاهر محمد طاهر برضه بعد خضوعه للفحص الطبي تقرر انتظامه في المران الجماعي ده خلال 10 ايام، بدر كمان بنون خليني اقول لحضراتكم مدافع الاهلي الجديد هينتظم في المران ابتداء من الأسبوع المقبل.